الملك العظمة سيدنا والعظمة الله ينصر والعظمة للأميرة والعظمة للأسلمة والعظمة هادو الحباب العظمة صحاب العظمة خو مستقر عاش الملك العظمة زريقة والعظمة والعظمة الصحافة والعظمة والنقابة والعظمة وسيدنا والعظمة والله ينصر والعظمة محمد السادس العظمة والحقيقة والعظمة ويلي ويلي والعظمة السلام عليكم معكم مجموعة عتق عتق برئاسة المقدم عبد الصمد الملقب بفورينا. المهم حنا شباب كنسكنو في درب السلطان وعزيز علينا هذا الدوميل هذا ديال الفن ديال الغناء وديال الدقيقيه وديال ومن هذا المنبر ديال العابر تنقول لكم مرحبا بكم كاملين اللي عنده شي مناسبه ولا شي حاجه مرحبا باي واحد وحنا راه كنتعاونوا كنمشيو عند اللي عنده اللي ما عندوش وتحيه لكم كاملين. واخر كلمه غادي نقول لكم حنا هذا الدوميل هذا الحمد لله معايا دراري حنا دايرين هاد الدوميل هذا غياخد راه فوق طعام حنا الحمد لله راه كنقراو عندنا ديبلومات عندنا هادي و اللي بغيت زعما نوصل للناس اللي بغى يدخل زعما هاد الدوميل هذا يدخل ليه مرحبا يدخل الدوميل هذا ولكن ما يديروش زعما كاينه هو باش كيسترزق وباش كي فهمتي يديروا كيف غياخد راه فوق طعام وحنا الحمد لله حنا راه دراري زعما كاينه كلنا زعما قارين وعندنا الدبلومات ديالنا وقارين وواصل الحمد لله. ومن هذا المنبر كنقول لكم شكرا للتحيه شكرا لقناه العابر كنطلب من الوزاره كحنا شباب ولاد درب السلطان ساكنين كنحبوا هذا الميدان هذا وكنحبوا هذا الميدان ديال الفن حنا علاش لا حنا اللي ما ندوزوش حنا في قنوات كبار ما نبانوش حنا في التلفازه وهذه ما نديروش حنا جوالات حنا عبر العالم علاش لا كنطالبوا حنا من الوزاره ان شاء الله يدعمونا حنايا ويتعاونوا معنا يعترفوا بينا حنا وناخذوا حنا بطاقه الفنان علاش لا وحنا الحمد لله راه كنمشيو كنتعاونوا مع الناس ديال السلطان اللي عنده كنمشيو ليه واللي ما عندوش راه حتى هو كنمشيو عنده كندخلوا الفرحه للقلوب كاع الناس اللي عنده واللي ما عندوش. وحنا كشباب كيف قلت لكم راه كنسكنوا في درب السلطان والحمد لله عزيز علينا هذا الدوميل هذا ومرحبا باي واحد عنده شي مناسبه ولا شي حاجه.